بسم الله يا ابا الابن وروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. اخواتنا الاحباء، بنكمل مع بعض التساؤلات في مفهوم الجنس في حياتنا المسيحيه من وجهه نظر تعليمنا المسيحي والكتاب المقدس. والنهارده نحب نتكلم على نقطه قد تبدو انها يعني ما مش 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 ذات أهمية قوي، لكن هي ليها أهمية من جهة نظرتنا للأمور الجسدية والجنسية. بنتعلمها من الكتاب المقدس. معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية عرفنا إن في نوعين من حياتنا أو السلوك، في سلوك حسب الجسد وسلوك حسب الروح. وهنا بنسأل العلاقة الجنسية في الحياة الزوجية، هل هي علاقة جسدية أم علاقة جنسية؟ وهنا يعني نجد في فرق. لما بنقول علاقة جسدية كأننا بنوقفها عند مستوى الجسد، لكن عندما نطلق تعبير علاقة جنسية في الزواج بنرفعها إلى مستوى الإنسان كله، ويبقى المفهوم ده بياخد الروح أيضا. وده شرحه لنا بصورة شاملة معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية لما بيقول كده: لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وعرفنا ان في نوعين من السلوك، سلوك حسب الجسد وسلوك حسب الروح. هل العلاقة الزوجية او الجنسية في الزواج هي علاقة حسب الجسد ولا حسب الروح؟ والفرق ده لما نفهمه ونضعه في قلوبنا بيعطي قيمة أفضل بكثير جدا لسر الزواج والعلاقة الجنسية في سر الزيج. هنا معلمنا بولس الرسول كده يقول إيه؟ الله في آية 3 آية 4 آية 3 ويكمل في 4: الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إذا القاعدة العامة إن كل سلوك هو حسب الروح. ومن هنا نقدر نقول في العلاقة الجنسية أيضا إن لازم تؤخذ بمفهوم حسب الروح. وهذا هو الذي رسم الله من البدء لما خلق الإنسان وأعطاهم إنهم ياخدوا هذه الغريزة ومن خلالها تكاثر النسل البشري. فكان يقصد الإنسان كله. وهنا تعتبر العلاقة الجسدية تعبير عن أرفع معاني وأعظم معاني الحب الإنساني وعن أرقى إمكانيات الوحدة بين البشر التي تصير الاثنين واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. المحبة بين الناس لها أشكال كثيرة جدا ما نقدرش نحصرها، لكن المحبة الزوجية والعلاقة الجنسية التي تجمع بين الإنسان في جسده الذكوري مع الإنسان في جسد الأنثوي يكتمل الإنسان وتصير هذه العلاقة الجنسية بمفهوم روحي عظيم. لو نقف عند الانفعال الجسدي وهو موجود في العلاقة أيضا الزوجية، ولكن الانفعال الجسدي وحده لا يسمو بالإنسان، لابد أن مفهوم العلاقة الجنسية في الزوجين تبقى فيها المفهوم الروحي لكي ترتقي بالإنسان كل الإنسان كما خلقه الله وتعبر تعبير كامل عن الحب والبذل. المشاركة الجنسية في العلاقة الزوجية على المستوى المسيحي هي حالة انسكاب، كل طرف بيعطي نفسه للآخر أكثر ما بياخد الآخر لنفسه، لكن يعطي نفسه للآخر، فتؤدي هذه المحبة بالذين بيحبوا بعض إلى اتحاد عميق كياني عميق. عشان كده المحبة الزوجية المبنية على علاقة جنسية صحيحة مش ممكن تنفصل، ممكن يحصل مشاكل بين الطرفين لكن مش ممكن تنفصل لأنها مرتبطة بالمحبة. أما العلاقة الجسدية التي تنفصل كده وبنسمع عنها كتير في انفصالات ليست مبنية على مفهوم مسيحي صحيح. العلاقة الجنسية ليست عملا خاويا من عمل الروح، ولكنها فيها مشاركة بين العقل والوجدان، هي يسموها كده أسمى النشاطات الإنسانية التي عندما يمارسها الإنسان دون انحراف تصل به إلى كمال المحبة بين الطرفين وكمال الحب
ويصير الاثنان مرتبطين معا ارتباطا كاملا بحب، سواء بعد كده بقى كان في علاقه جسديه بينهم او مفيش، لكن يكونوا وصلوا الى الوحدانيه في المحبه وفي التفاهم والزواج المبني على المحبه. القديس يوحنا الذهبي الفم قال عباره جميله جدا، بيقول ليس هناك شيء يلحم حياتنا مع بعضنا البعض مثل حب الرجل وزوجته. يعني القديس يوحنا وهو بطرك عظيم مراهب يبني في مفهوم كبير جدا، وهو ان العلاقه الحب بين الرجل وزوجته اسمى علامات المحبه. السلوك حسب الروح مقصود به ان يكون الروح القدس هو اللي يقود هذه العلاقه، يقود الاتحاد الزيجي بين الطرفين، فيصير العمل الزيجي بينهم ليس فقط، او اللقاء الزيجي بينهم ليس فقط شيء جسدي، لكن بيؤكد المحبة. وفي كل مرة يلتقي بهذا المفهوم تزداد المحبة ارتباطا وعمقا وتماسكا، فتشعرهما بوجود المسيح في حياتهم أكثر وأكثر، فيفرح فرحا كاملا. العلاقة الجنسية إن كانت علاقة جسدية في مظهرها، لكنها عندما تتم بين زوجين يحمل كل منهما داخله وفي داخله قلبا طاهرا مملوء بالمحبة، تعطيهم سعادة روحية كاملة. القديس يوستينوس يقول كده: ليس من ليس روحانيا حتى في جسده يصير جسدانيا حتى في العمل الروحي. ناس كتيرة تعمل العمل الروحي والخدمة والعبادة على مستوى الجسد بس، مجرد أداء، ولكن الإنسان اللي بيفهم عمل الروح يصير روحانيا في كل ممارساته، في كلماته، في معاملاته، وأيضا في العلاقة الجنسية. ربنا يعطينا دايما اننا نهتم بهذا الامر، ان نفهم العلاقة الجنسية في سر الزيجة بطريقة روحية اكثر منها طريقة جسدية، ليكون لنا بالحقيقة فكر مسيحي حقيقي يعبر عن ايماننا، ولله المجد دائما ابديا.